النهارده شم النسيم يعني عيد مصري اصيل. قول لنا بما انك انت بتتجول وبتطلع تغطيات خارجيه، يعني الشوارع مصر وجمال مصر في شم النسيم بيبقى ايه بالنسبه لك لما تنزل تبقى يعني تغطي حدث زي ده؟ بصراحه احلى حاجه دايما في عيد شم النسيم هو تجميع الناس، يعني بننزل نشوف الاهالي كلها قاعده مع بعض في الجناين. ما تفرقش بقى يقعد على النجيله بقى يقعد على الرصيف، المهم ان هو نكون طابع اصيل كده عندنا من زمان جدا. الناس تقعد تتجمع مع بعض وياكلوا فسيخ والرنجه بغض النظر بقى مين بيحبها ومين ما بيحبهاش. في ناس ممكن تقعد تاكل التونه جنب جنب الفسيخ مش مشكله، بس فكره فعلا المشاركه البصل وبالذات كمان انه شم النسيم ده والفسيخ الرنجه دي مش من يومين، يعني ده من ايام القدماء المصريين زي ما انت قلت، حاجه مش متوثقه دي، ففعلا هي في الدم المصري. بس بقى طبعا لازم ناخد بالنا واحنا بناكل الفسيخ والرنجه بالذات ونختارها كويس وننضفها كويس. طبعا نتيجه لعامل الجو كتير جدا، نركز على الخضار يكون موجود، فاكهه تساعد على الهضم، الحاجات المعطره، الحاجات دي كلها صحيح. طيب انا انت عشان راجل جميل وانا بحبك اشكرك يا شيف، وبحب دايما انك بترجم الحدث لصوره حلو. انا معايا رنجه والرنجة دي انا عملتها بافكار كتير قوي، فانا هعملها النهارده بطريقه مختلفه. بما انك انت معايا هدي لك، هعمل لك تورتايه من الرنجه. تورته رنجه، تورته رنجه، ده تورته حادقه بقى، كريم شانتيه تورته حادقه، فراوله ولا مانجا ولا موضوع التورته ده والشتيكه والجو ده. تورته رنجه هنعملها ازاي؟ لها تفاصيلها كده، داخل فيها بنجر وخيار وجزر وخس وبصل اخضر وطحينه وبيض، يعني هي مكلفه حاجات من قلب المطبخ، من قلب الحدث، على قدر الامكان، على قدر الامكان يبقى من جوه. من جوه كويس. ومعانا صدور فراخ برضه، هنعمل طبق حلو نخرج برضه عشان الفطار، عشان ما بياكلش فسيخ ورنجه. ايه رايك؟ عشان ما بياكلش فسيخ ورنجه ياكل فراخ. ياكل فراخ برضه صح، فراخ جميع الاذواق مع رز ابيض. ماشي، مش عيب. المفاجاه بقى ان النهارده هنعمل حاجه اسمها سمبوسه بالفسيخ. دي اختلاف، دي حاجه مختلفه. حد قال لك تعالى كل سمبوسه بالفسيخ تصدقوا؟ بصراحه احنا اصلا نقعد نختلف هي سمبوسه ولا سمبوسك، دي قصه ثانيه اصلا نقعد نتخانق عليها الاول. سمبوسك يا ورا سمبوسك ولا سمبوسه؟ الدول العربيه سموها سمبوسك. خلاص ده اخر كلام، سمبوسك احنا نسمع منك بقى، انت اللي عارف كل حاجه. هي عجينه جلاش شرايح او شرايط ملفوفه بالحشوات مختلفه. بس عمري ما سمعتها بصراحه سمبوسك دي خالص. يعني سمبوسك رنجه وفسيخ دي غريبه عليا، دايما متعودين عليها بالجبنه باللحمه المفرومه تبقى خفيفة. والفسيخ والرنجه دول عايز العيش البلدي ويقعدوا ياكلوا ويشربوا ميه قد كده، ليمون وبصل. لكن سمبوسك رنجه وفسيخ دي مختلفه، ما سمعتش عنها قبل كده يعني. نجربها النهارده. وحاجه لطيفه بما ان يعني شم النسيم والفسيخ والرنجه جم في رمضان، فنربط بقى الايام الحلوه بالاوقات الجميله ونعمل السمبوسه بالفسيخ. هي فعلا يعني هي ايام كلها حلوه بجد، يعني اعياد مصريين كلها، عيد شم النسيم للمصريين وعيد القيامه المجيد وخلاص، عيد الفطر المبارك. يعني كل سنه كلنا طيبين وبخير، يعني الحمد لله. وحضرتك طيب.